متتبعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص. خلال الأيام الأخيرة دارت عمدة مدينة الدار البيضاء زيارة إلى المطرح العمومي على إثر شكاية مجموعة من المواطنين بجامعة المجلاطية، تيقولوا بأن كاين واحد الروائح كايره منبعثة من هذا المطرح، علما أن يعني فاش دار المطرح الجديد اللي هو بين قوسين المطرح مؤقت، استبشر السكان هذه المنطقة هذه خيرا بأن الروائح الكريهة ما توضع على حد، ولكن تكتشفوا بأن الروائح الكريهة ما تزال مستمرة. من أجل مناقشة هذه القضية هذه نستضيف السي عبد الإله أي طالب، رئيس جمعية البيئة والتنمية الاجتماعية بجماعة المجلاطية بإقليم مديونة بجهة الدار البيضاء. سي طالب مرحبا بك. شكرا أستاذ الكريم. سي طالب، شنو هو سبب الانتفاضة ديالكم حول تقولوا كاين واحد الروائح كريهة تنبعث من هذا المطرح، الناس عند الدار البيضاء تقول لك ما كايناش الروائح الكريهة وأن الروائح الكريهة مصدرها أشياء أخرى، شنو هو رأيك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بمشاهدينا ومتابعينا الكرام. حنا التواجد ديالنا اليوم ما كاينش من فراغ أستاذ الكريم، وإنما من واحد القنبولة اللي ولينا كنعتبروها قنبولة موقوتة اللي وقعت في الإقليم ديال المدونة مؤخرا، اللي جات على المشاكل ديال الرائحة اللي ولات كتقهر الساكنة المجاورة للمطرح، وما بالك الساكنة اللي في الجنبات ديال المطرح والضواحي وبعض الدواوير المجاورة للمطرح اللي كتاكل العصب بزاف، ومن ضمنهم الساكنة ديال مشروع الرشاد والحليبية حيمود قاقشة وحمادات الهلالات، هادو كاع مناطق يعني عندهم واحد الصلة كبيرة ما بينه وبين المطرح. للأسف حنا كنا كنمنيو النفس أن من بعد الافتتاح ديال المطرح الجديد أن هاد الرائحة هادي اللي كتزكم الأنفس ديال الساكنة واللي كتأرق البال ديالهم بالأخص في الفترة المسائية أنها تحد. الحمد لله استبشرنا خير فعلا، ولكن مؤخرا دابا واحد المده ديال واحد ما يناهز واحد 90 يوم تقريبا او لا شهر ونص او حتى ما يزيد عليه واحد بعض الايام راه ولات هذه الرائحه. ولكن البعض تيقول بان الرائحه ماشي مصدر ديال هذاك المطرح، لان ذاك المطرح دار بواحد المواصفات عالميه وما يمكنش النفايات اللي تتلاح في المطرح دير هذه الرائحه اللي انتم تتشكوا منها. استاذ ديالي الشمس ما كتغطاش بالغربه. نعم. كيقول لك العيب البحيرات في تيسا، العربيه اللي علمونا والدينا. اللي كيقول لك المطرح ما كينتجش على الرائحه يقول لك بسم الله، يقول لي جا عندنا في الفتره المسائيه داروا اختبارات. هذوك الاليات اللي كانوا في الزياره الاخيره ديال العمده مشكوره اللي لبات النداء ديال الساكنه، وهذا كيدل على حسن النوايا ديالها والثقه ديالها في النفس، بالاضافه الى التزكيه ديالها في المنصب اللي هي خداته كعمده ديال الدار البيضاء. هذه بعدا كاينه تشهد عليها ومشكوره على الزياره ديال هذاك المطرح، وما نساوش بان فعلا من بعد انها ما دارت الزياره ديال المطرح راه تحسنت الامور، وهذا الحمد لله هذه تحتسب لها. فيما يخص هذوك الاليات استاذ اللي كانت راه ماشي شي اليات اللي باش نكونوا حنايا نبداوش نكذبوا على راسنا وعلى الساكنه، هذوك اليات اللي من اجل اختبار الهواء. الهواء نعرفوا الهواء واش نقي او لا ماشي نقي، حنا ما كندوش على الهواء، كندوش على التلوث البيئي. هذاك التلوث البيئي يكذب عليك الذب اللي غيقول لك هذاك الاقليم ما فيهش التلوث البيئي، واش كاين ما اكثر من ليكسيفيا؟ هذيك ليكسيفيا العصاره ديال الازبال ديال المطرح، يعني هذيك ليكسيفيا اخطر منها ما كاين، يعني في اي حاجه اللي ممكن نعتبروها سامه على شكل ديال لاصيد. هذاك الا شدينا حنايا شي حاجه ديال القماش يعني الحوايج او الثوب والحناها في تما غادوب غتفرتت، وخير دليل ان الوقت اللي كانت وقعت شي حاله ديال الوفاه تما السيد اللي جبدوه اللي غرق في هذيك ليكسيفيا ومات ومرحله او لحالتين اللي جبدوه راه تجبد السيد راه اللحم ديالو مفرتت، اذا راه خير دليل بان هذيك راه اخطر ما كاين هو هذاك. ولكن انتم كمجتمع مدني وك يعني الناس تاع المنتخبين تاعتك المنطقه، علاش في الوقت اللي يعني غيتسد المطرح القديم ما خرجتوش ما احتجيتوش ان جماعه المجلاطية تبقى ديما يعني قبل ولا المكان باش نديروا هذه المطارح اللي تاع الدار البيضاء؟ كاين استاذ هذا حنا النداء ديالنا كنا وجهناه في شكايات ما هي كذا مره ما هي كذا جوج الرئيس ديال الجماعه والجهات المسؤوليه وعلى راسهم الممثل ديال جلاله الملك سيدة العام المشكور ديال اقليم مديونه، اللي ديما فين ما كنوجهوا شي شكايه ليهم ديما كنركزوا فيها على المشكل ديال المطرح والتلوث البيئي اللي عندنا والمشكل ديال النظافه اللي كاين في المنطقه واللي ما باقيش بغاش يتحد ليومنا هذا. شوف حنا ملي كنقولوا واحد المطرح جديد غيتسد وغادي نعطيوكم مطرح جديد على شكل مصانع، مطرح قديم غيتسد فوالا سدينا لكم هذا، غنعطيوكم حنا مطرح جديد بمواصفات عاليه على شكل وجين مصانع.
اشنو كيطيح في البالك ارور حنايا هذيك الظاهره ديال التلوث البيئي غادي تحيد عندنا المشكل ديال النفايات واللي عندنا في المنطقه حنا غادي تحيد وغادي دار تما. الاكثر من ذلك ان غادي نحاربوا البطاله واللي هي الدرجه الاولى الشباب ديال المنطقه غادي يخدموا غتستافدوا غيستافدوا فوالا كتقول بعدا كاينه عندنا واحد الفئه ديال الشباب اللي متشرده وتعطات المخدرات وحكم المنطقه اللي كتواجد فيها الى ذلك قلنا انها هاد الكومي بعد هاد المصنع غادي يحارب هاد ولكن الشيء كنا كنمنيو النفس ديما الانسان كيتمنى شي موقع موقع ما كاين حتى شي حاجه منه دار لا زالت دار لقمان على حالها. المطرح هذا غير مؤقت كما تيقولوا الناس تاع الدار البيضاء يعني مده تاع 3 سنوات غيدار مطرح جديد عاوتاني واش غيدار في نفس المنطقه واش فتحوا معكم حوار لقاء كاين استاذ دابا المطرح هذا على خلال ما جاء على لسان العمده ديال الدار البيضاء ان هذا المطرح هذا كتراوح المده ديالو 3 سنوات من بعد منها غادي يكون مطرح جديد اللي غيكون بهذيك المواصفات العاليه اللي كانت كتقال نتمنوا انها تكون غيكون بواحد المساحه اللي هي كبيره ان شاء الله تعالى غيكونوا لي زاباري مزيانين غتكون تثمين ومعالجه الليكسيفيا الازبال يعني كل شيء اي حاجه كتعلق بالبيئه راه غادي دار تما مع العلم اننا دابا كما كنقولوا اللي عدوا الحنش كيخاف من القلب هادشي اللي ولينا كنقولوا حنا يعني بحال هذيك الثقه ديالنا في اي واحد ما بقاش يعني واخا غدا يقول لك ولا بعد غدا غادي نعطيو لك مطرح جديد دابا المطالب ديال الساكنه وكمجتمع مدني ان المطرح يتحول من الاقليم يعني انتم بغيتوا المطرح العمومي ما يبقاش في الجامعه المجاطيه ما يبقاش في الجامعه ديال المجاطيه المطرح العمومي يتحول لبلاصه علاش الجامعه المجاطيه ديما تيدار في هذا المطرح هذا علاش؟ هذا بالنسبه لك انتم عرفتش والله ما كذب عليك هو بالنسبه للمطرح ديال اقليم مدينه هذا المطرح هذا اللي كنقولوا حنا انه اول مكان في 1986 يعني مده دابا من 1986 دابا غادي نلقاو حنا وصلنا في واحد 44 سنه تقريبا ولا 43 سنه واللي خلى ان الاقليم ديال المدينه ولا كيتعتبر بحال بغينا نقولوا داك المكب ديال النفايات ديال مدينه الدار البيضاء يعني من الزاويه العميقه الى خدينا استاذ غنلقاو بان المنظور ديالنا حنا كساكنه ديال اقليم مدينه كنشوفوا راسنا بحال هذاك المكب ديال النفايات ديال مدينه الدار البيضاء. لا بالنسبه للمطرح من غير اللوائح القاهريه اللي تخلف هذا المطرح عليكم اش هي الانعكاسات السلبيه على وجود مطرح في المنطقه في هذه الجزيره؟ اهمها استاذ الكريم هي انعدام فرص الشغل علاش؟ حيت بالنسبه للمستثمرين يعني ولا عندنا الاستثمار منعدم في الاقليم يعني فرص الشغل ما كايناش حنا الشباب ديال المنطقه كامل الا جيتي اخص الضواحي والقرى والناس المجاورين للمطرح كلهم العمل ديالهم السبيل ديالهم الوحيد هو المطرح اي واحد وكنتم كمجتمع مدني وكمنتخبين ايضا خصهم ترافعوا على الجماعه تاع المجاطيه ما تلاحظوا بان بحال الصوت ديالكم ما كاينش في هذا الاطار الصوت شوف ملي كتكون عندما تسند الامور لغير اهلها فلا تنتظر افضل وكذلك هذا الشيء اللي وقع عندنا حنا في المجلس الجماعي بالاخص ديال المجاطيه ولا الطلب الاقليمي مدينه اللي فوق من التراب ديالها كيتواجد هذا المطرح هذا حنا عندنا رئيس اللي ربما كتلقى ما بين الفينه واخرى كيخرج بعض الخرجات اللي ربما كتكون على شكل اللغه الخاصه في البرلمان مع العلم انه هو برلماني اللي كيمثل الاقليم ديال المدينه ورئيس ديال جامعه المجاطيه ولا الطلب ولكن حنا كساكنه راه ما مستافدين من المجلس ديال المجاطيه والو يعني بصريح العباره يعني كيف يعقل انك انت عندك مطرح فوق من التراب ديالك والقرى والبوادي والساكنه اللي فوق اللي تحت من الامره ديالك اللي انت كتشرف عليها كرئيس ديال الجامعه الاراضي ديالهم كلها الى درتي في الزناقه كلهم غتلقاهم معمرين بالازبال والتلوث كاين عندنا وحنا هذه الدار هذا المطرح دابا انتم باش تطالبوا في نهايه المطاف المطرح الجديد قال غيدار في المتن المطرح الجديد قال لك غادي يدار وغيدار بواحد المواصفات اللي هي عاليه وعاليه هذا الشيء ما قرناش الا كان غادي يكون الا تلزم علينا ان المطرح يبقى تما حنا مع العلم ان حنا كنطالبوا ان المطرح يتم التحويل ديالو ولما لا علاش اللي ما يدارش ما يبقاش عندنا كاع مطرحنا واحد في الضرب يكون المطارح كل واحد والتخصص ديالو على سبيل المثال كما كان عندنا واحد المصنع في عكاشه كان كيدور كيدور النفايات علاش داك المطرح ما يعاودش داك المصنع ما يتعاودش يدار له الافتتاح ديالو من لانه كان اللي كنت كنعرف ان الغالي على حساب السومه على حساب الغلا ديالو المصنع تسد وكان ما بغا داروا مطارح اخرين في المدينه الدار البيضاء ما يبقاش عام طرح دابا حنا راه اقليم ديال المدينه راه 12 جامعه اللي كتلوح ليه دابا
وراه جامعه وحده ديال مجاطي ولا الطالب شاد الزبل ديال 12 جامعه واللي كتوصل حتى 4000 طن 5000 طن في النار ديال الزبال كتلاح راه ما ساهلاش. واش تستافد مثلا جامعه مجاطي من وجود هذا المطرح تماك؟ الا خدينا الا خدينا حنايا وسولنا رئيس ديال الجامعه ربما غيقول لك ما كنستافد والو، ولكن حنايا كساكنه وهذا كاين الاستفاده اللي عندنا الوحيده هما الشباب ديال المنطقه، واحد الفئه ماشي بالاجماع واحد الفئه هي اللي مستافده منه. على سبيل المثال واخا هذه الكلمه ما خصناش نقولها في حق هاد الناس، كنقولوا حنا بوعاره يعني بوعاره هو مويه ومسكين بقشاش كيستغل هذا يعني مع احتراماتي لهم الجميع، وكره هذا هو المصطلح اللي معطي لهم يعني الشباب ديال المنطقه الشباب المجاطيه مديونه اشنو كيديروا في المطرح هذاك عبوعار يعني حتى هو مسكين حتى ذاك القوت اليومي ديالو اللي كيترزق فيه مرتبط بهذاك المطرح للاسف. انتم كمجتمع مدني ديما تطرحوا هذه القضيه بان المطرح العمومي يتسبب في مجموعه من الامراض للساكنه تاع المنطقه، اشنو النوع تاع الامراض؟ واش عندكم شي حاجه اللي هي علميه ولا غير لا استاذ ما كاينش، حنا ملي كندوز شي حاجه كندوز من ارض الواقع. حنا عندنا واحد الفئه ديال الناس دابا اللي ربما الا خدينا على سبيل المثال المركز الصحي، عندنا مركز صحي دابا اللي تابع للمجاطي ديال الطالب واللي هو مركز ديال الرشاد، الا جينا نشوفوا نسبه الوافدين عليه بشكل يومي غنلقاو واحد 70 حتى 80 ديال الحاله اللي كتمشي توجه يوميا. يعني اكبر معدل ديال الناس اللي كتوجه للمراكز الصحيه كاين عندنا حنا في الاقليم. علاش؟ كلها ناتجه من المشاكل ديال من ضمنها الناس اللي دابا ديال الروبو الثقه العينين دابا بشكل يومي. دابا حنا ملي كنديروا القافله دابا القوافل الطبيه كنركزوا بالدرجه الاولى على ان يكون فيها الطب ديال العيون واللي كيلقى واحد الاقبال كبير، وكتلقى واحد النسبه ديال الناس بزاف خصهم الدارات يعني واحد الفئه كثيره. الى انا الى دوزت وعندي واحد 600 حاله دازت عندي في القافله الطبيه في ظرف يومين غادي نلقى عندي واحد 450 ولا 500 اللي خاصه النظارات، وواحد 5% اخرى من ضمن يعني كاين الربو كاين الضيقه وكاين كاين الضيقه كاين الربو كاين الحساسيه. هذه الحساسيه ديال الجلد راه حديت ولا حرج، راه بالاخص الشباب والدراري الصغار هذوك الجونات الدراري اللي كيكونوا باقيين جداد وهذا راه واكلين العصا من هذه المساله. واحد الخطر اللي خطيره جدا هو السرطان ديال الدم اللي كيتصابوا به الناس بزاف تما كاينوا بالاخص الناس المسنين على الشيوخ. يعني التحليله ديال الدم اغلبيه كتخرج اليوم مسرطينه، وعندنا بزاف ديال الحالات ديال الشباب اللي توفوا تما والدراري وزلا يعني الغالبيه ديال ما كتلقى مسكين ناعس مرض ماله ضروا راسو هذا. وكي الا جينا نبحثوا في هذا الموضوع كامل غنلقاو بانه راه عنده فيروس نتج له من نتيجه من المطرح، بالاضافه الى المشكل اللي هو اخطر وخطير هي الفرشه المائيه. يعني هذاك الماء تاثرت بزاف، والماء اللي كتشرب الساكنه الا جينا ناخذوه ونحطوه في المختبر هذا غنلقاوه يعني راه ملوث. يعني اخطر ما كاين هو الفرشه المائيه، الناس كتشرب الماء ملوث راه مشكله صراحه. سيد طالب شكرا جزيلا على قبول الدعوه، متابعي قناه انفاس براسيل، اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.